بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للقدس أرخصنا الدماء، هذا ليس هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وليس شعار يردد، بل هذا تطبيق وتكليف على كل حر في العالم أن يشارك في هذا اليوم، لأنه يوم التضامن مع القضية الكبرى الفلسطينية والتي اليوم تهود بل تلغى، وللأسف اختيرت المنامة الطاهرة العاصمة المقاومة الأبية العروبية، اختيرت لتكون أرض لهذا المزاد، وإن شاء الله لن تتم هذه الصفقة وهذه البيعة وكل الصفقات طالما هناك أبطال، طالما هناك أحرار في العالم. طبعا نحن مع الإخوة في فلسطين نتشاطر معهم الألم والمصيبة والاحتلال، كلانا نتعرض لاحتلال. نحن في البحرين يحتلنا النظام السعودي والنظام الإماراتي المارق ونظام آل خليفة طبعا بالقوة العسكرية، كما يحتل الصهاينة أهلنا وأحبائنا في غزة. هذه السنة بالذات هي من أدق السنوات وأخطرها على الإطلاق، خاصة وأن هذا الحاكم الرخيص حمد بن عيسى آل خليفة عمل الخيانة العظمى وقاوم كل صوت مناصر لفلسطين، بل زج آلاف المساجين من أبناء شعبنا وهجر الباقين لأنهم أصحاب كلمة، ومن ضمنها كلمة الدفاع عن فلسطين. نحن ندعو كل القوى التحررية في العالم وكل الأحرار وأصحاب الضمائر أن يساندوا شعب البحرين في مناصرتهم لشعب فلسطين، لأن يراد من أرضنا الطاهرة أن تقام هذه البيعة. ونحن في ائتلاف 14 فبراير مع كل القوى الثورية وكل المخلصين وكل التيارات نمد يدنا، ونحن في وجه هذا المدفع وفي وجه هذه المؤامرة الخطيرة التي بجهود كل الأحرار في العالم لن تحدث بإذن الله سبحانه وتعالى. من جديد نجدد ونقول لجميع الأحرار، شاركوا في هذا اليوم لكي توقفوا هذه المهزلة، ويجب أن يحاكم حمد بن عيسى آل خليفة وغيره، ويجب أن يوضع على قائمة العار. على أهلنا في غزة وفي المناطق المحتلة أن يعرفوا أننا معهم كشعب بحراني، وموقفنا الشعبي هو على نقيض الموقف الرسمي الرخيص والخائن والمناوئ لهذه القضية. معكم يا فلسطين، مع غزة، مع الضفة، مع كل شبر فلسطيني، ولن نخذلكم إن شاء الله، لأنه يوم الهوية، وهذا يوم الهوية، وسننبي النداء نحن كائتلاف 14 فبراير، والنصر لفلسطين إن شاء الله.